تصحيح القراءة في سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تكون الصلاة إلا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. البعض يشبع الكسرة التي تحت الكاف فتتولد إلى ياء، وهذا غلط، فيقول مالكي يوم، غلط. الصحيح مالك يوم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. شوف إياك، إياك، شوف الهمزة تحتها كسرة والياء مشددة، والبعض يهمل الشدة هنا فيقرأها مهملة. إياك، إياك، هنا تغير المعنى. إياك معناها الشمس، كأنك تقول أن الشمس هي التي تعبد من دون الله، وإياك نستعين، وإياك كذلك الشمس تستعين بها من دون الله، وهذا يحيل المعنى، وهذا لحن جليل قد تبطل الصلاة به. الصحيح إياك نعبد وإياك نستعين، أي خالص العبادة لك يا الله، وخالص الاستعانة بك يا الله. وأيضا البعض يكسر الباء هنا، والباء فوقها ضمة، فيقول نعبد، نعبد، هذا غلط. الصحيح إياك نعبد، والبعض يشبع الضمة التي فوق الدال فتصبح واوا، فيقول نعبد وإياك، غلط. الصحيح إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا، اهدنا، شوف الهمزة، همزة الوصل هنا مكسورة، البعض يقرأها بالفتح أهدنا، هذا يغير المعنى وقد تبطل الصلاة، لأن أهدنا معناها أعطنا هدية، أما اهدنا أي نطلب الهداية منك يا الله. فالصحيح اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. حرف السين من حروف التركيك، البعض يفخمها فيقول المستقيم، المستقيم، غلط. الصحيح المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، شوف العين هنا من حروف الإظهار، جاء بعد النون الساكنة فتظهر، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرف الضاد هنا يخرج من إحدى حافتي اللسان من بين الأضراس، وفي فرق بينه وبين الضال بالعصا، وحتى في المعنى الضال التي بالعصا تخرج من طرف اللسان، فالبعض لا يفرق بينها. فالصحيح ولا الضالين، وهنا مد لازم كلمة مثقل ست حركات، واللام هنا مشددة. أسأل الله لي ولكم التوفيق.